السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعين الكرام؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض كفر مخدة انتري، بمعنى كوشن زي ما بيتقال عليه دلوقتي. كان الطلب مني وحبيت انفذه معاكم بمقاساته. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا هنا معايا القماش اللي هو الزجزاج ده، هنا كان الطلب مني عشان كده قلت اطبق معاكم الفكره. هي سهله جدا واي حد مبتدئ ان شاء الله هيعملها، هتطلع معاكي شكلها حلو من اول مره تعمليها حتى لو عملتيها على ايدك. انا دلوقتي معايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المقاس اللي مطلوب معايا هو 45 45، فانا هقص القطعه على بعضها. لو انتي بتقصي يعني وهتقصي، قصي 90 سنتي على بعض، وهنعمل طبعا 2 سنتي زياده علشان الخياطه، هنقص 92 سنتي. لو انت هتقصي كل جزء لوحده، وطبعا ده بيفضل لان كده كده احنا هنفتحها مع بعض على بعضها. هي انا كده معايا قطعة القماش، هقيس بالظبط 45 سنتي و2 سنتي خياطة 47، والعرض ده طول، والعرض برضو هي مطلوبة مني 45 في 45 برضو 47 سنتي بعد ال2 سنتي الخياطة. هفتح طبعا القماش كده، بحيث يبقى معايا اهو الجزئين بتوع الكوشن اهمت. احنا هنخليها طبعا كده علشان العدله بتاعت السنبوكسات الزجزاج اللي موجود اهوت، زي ما انتم شايفين كده انا قصيت الجزئين. الخطوه اللي بعد كده ان انا هجيب سوسته، انا برضو السوسته دي جايباها بالمتر. اول حاجه هعملها ان انا هحط السوستة من تحت وهثبت القماش عليها من فوق لحد ما اوصل للاخر. طبعا مش هقص زي ما احنا متعودين الا لما نثبت السوستة في القماش، فانا هثبت كده، هسيب حوالي سنتي برضو عشان هيدخل معايا في الخياطة، هثبت لحد الاخر. وبعد كده في المرحلة دي لو انت ثبتي لحد الاخر وعايزة تقصي تمام مفيش مشكلة، بتيجي عند بتسيبي برضو سنتي وبتقومي قصه. الناحية التانية برضو هنثبت فيها، هنثبتها، هنخلي السوستة من تحت والقماش من فوق، وهنمشي برضو لحد الجزء ده ما يخلص للآخر. هثبتها كده للآخر وهثبتها وارجع لكم. انا دلوقتي رجعت لكم بعد ما ثبتت السوستة كده في مع القماش اهو بالمنظر ده، بقت معايا السوسته. انا طبعا ما تنيتش اي حاجه في القماش ده لان هو كده كده مش بينسل. ممكن لو انت عاملاها لحد او لشغل او لزبون، بعد ما تخلصي ممكن تعمليها اوفر، عايزه تتنيها وانت شغاله مفيش مشكله. انا كده ركبت السوسته، وهي سهله جدا مش بتاخد معاكي وقت. الحاجه اللي هعملها بعد كده ان انا هظبط على احط الوش على الوش كده اهوت، هيبقى عندي الكفر بالمقلوب. هثبت هقفل بقى الاجزاء ديت الثلاثه اهمت كده، هثبت الاجزاء ديت بالخياطه مع بعضها كده. هبتدي من اول فوق من هنا من عند السوسته، وابتدي اخد الثلاث جوانب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هخلص الثلاث جوانب دول، هيبقى معايا كده الكفر خلص.
هخلصه واقولهولكم. انا كده هو بعد ما خلصت تقفيل الثلاث جوانب زي ما وريتكم اهمت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو كده اهمت كده قفلت الثلاث جوانب، وكانت كده كده السوسته عندي متركبه اهو. ده كده شكل الكفر بعد ما خلص. لو انتوا حابين تعملوا برواز تبرواز الكفر مفيش مشكلة، هتاخدي حوالي سنتي كده، هتاخدي من اول هنا كده حوالي سنتي، تخشي خياطة من اول تسيبي سنتي بره، تاخدي سنتي وتاخدي خياطة بقى لحد الاخر، هتسيبي سنتي في كل الثلاث جوانب كده، هيبقى سايبه السنتي ده جوه، داخله انت لجوه سنتي والقماش بره السنتي اهو كده. انا بقى محبتش ان انا بروز، انا كده كده هي مخدات كبيره وهي مطلوبه كده مفتوحه، فانا ما بروزتش، بس لو حابه تبروزيها برضو بتدي شكل حلو. وده شكل الكفر على المخده، طبعا هون المخده دي اصغر من المقاس المطلوب، بس انا حبيت برضو اوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.